هل لبس الأحمر مع الرجال فيه نهي؟ لا يثبت في النهي عن الأحمر حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ثبت في المعصفر وهو المصبوغ بالأصفر والبرتقالي تقريبا. أما الأحمر فلم يثبت فيه شيء، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في حلة حمراء لم يرى عليه مثلها قط، والله أعلم.